مساء الخير، مساء المحبة على عيونكم، مساء العافية على عيونكم متابعينا ومتابعين سيارة جودي. تحية طيبة لكم وإن شاء الله تكونون بخير وصحة والسلامة على طول يا ربي. رجعنا وياكم بث جديد وبضاعة جديدة مثل ما عودناكم دائما. مساء الخير، مساء النور على عيونكم، أهلا وسهلا. رجعنا وياكم بث جديد وبضاعة جديدة من صياغة جودي. للتذكير وبداية البث قبل ما نبدأ كل شيء، اللي يسأل على عنواننا، عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. سعر الذهب اليوم 400 نبيع و 390 عفوا نشتري من عندكم. أم عمر هادي، مساء الذهب المرتفع. والله العظيم حقكم، يعني الذهب اليوم صاعد صحيح. أم فاطمة، إيش قد سعر الذهب اليوم؟ اليوم سعر الذهب 400 المثقال بدون أجور، نبيع لكم ونشتري من عندكم المثقال ب 390. أمي جنتي، السلام عليكم. وعليكم السلام. المحبس تايجر إيش قد وزنه؟ اللي هو هذا بإيد رسول. مساء الخير عليكم متابعينا. المحبس سعره 860، وزنه 10 غرامات، 860,000. طبعا قبل ما نبدي بكل شيء، قبل لا ابدي بعرض البضاعه اليوم، اريدكم انه تساعدونا البث على مود نبدي بعرض البضاعه اللي عندنا، لان البضاعه جديده محضرتكم اليوم، ومن ضمنهم التخم اللي اني لابسته. طبعا التخم وصل جديد اليوم، هذا اللي لابسته لكم اني. طبعا التخم هذا فقط تراتش وغلاده وسوار، المحبس وهاي الاساور مو من ضمن التخم، التخم بس تراتش وغلاده وسوار بس. وزن التخم خلي اشوفه لكم. وزن التخم 131 غرام و390، سعره 11,300,000. سعر هذا التخم شوفوا لي اياه، تحبون تاخذون السكرين. وزنه 131 غرام و390، سعره 11,300,000، اللي هو سوار والقلادة والتراشي. بس المحبس والسوارات مو هي التخم، التخم فقط تراشي وقلادة وسوار. عليكم السلام. مروة التميمي، السوار اللي لابسته مال التخم يصير، بس السوار هذا التخم كامل. انتي راسينا على البيج و السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. التخم 11,300,000، اللي هو هذا السوار والتراتش والقلادة. شوفوا لي التراتش مالته، دول التراتش مالته وهاي القلادة، كلش حلو وفخم، يعني شي راقي. أما هذا المحبس، خليني أشوفكم المحبس. هذا المحبس شوفوا ايش قد حلو، كلش حلو المحبس. المحبس وزنه 11 غرام و640 سنت، سعره 1,000,000. سعر المحبس 1,000,000، شوفوا لي 1,000,000. اما ذولي السوارات، شوفوا لي ذولي السوارات، خلي اشوفها لكم. دول السوارات سعرهم 5,175,000، 5,175,000. اللي دا يسألون على التخم اللي أنا لابسته 11,300,000. صعدونا البث أكثر وأكثر على مود نعرض البضاعة اللي محضريها لكم اليوم، وبضاعة كلش حلوة وراح تعجبكم. رسول شو فيهم الشغلات اللي انت لابستهم؟ كرسي جابر، تراشي. اول شيء هذا الكرسي، شوفوا
وزنه 158 غرام، سعره 13,290,000. خذوا له سكرين. أنا قصيرة الخاتم تايجر 10 غرامات وزنه، سعره 68,000. سوار البيارات هذا 1,020,000، 23 غرام وزنه. نجي على هذا السوار الثابت، شوفوا ايش قد حلو. مليونين و 915، سعره وزنه 33 غرام 880. وهاي التراشي تشوفوها، التراشي 610، وزنها 7 غرامات. سوار الليرات سعره 1,020,000. هذا دولة سكرين. أريد بتوت. ساعدونا البيت. خليني بدي نعرض لكم البضاعة اللي محضرينها لهم اليوم. طبعا راح اشوفكم عندنا هذا الجلاس، شوفوا لي هذا السوار جلاس. خليني نشوف. ساعدونا البيت اكثر واكثر على مود ابدي بعرض البضاعة لكم، كلش حلوة. طبعا اني هسه ورا السوار راح انطيكم وزن وسعر السوار، وورا السوار محضرت لكم شيء كلش حلو حشوفه لكم. شوفوا لي هذا السوار، شوفوا جماله، شوفوا جماليته كلش حلو، تصميمه فشي راقي. طبعا هو السلسلة مالته هاي من ورا فري سايز، يعني تقدرون تكبرونه وتصغرونه براحتكم. يعني اذا ايد ضعيفة، شوفوا اذا ايد ضعيفة تقدرين تتحكمين منانه تسدي، واذا شوية ضخمة تقدرين تعرضينه، لان السلسلة مالته فري سايز. هذا خلينا نشوف لكم وزنه ونشوف سعره. وزن هذا السوار 52 غرام و 810، سعره 4,540,000. 4,540,000. للي عجبه ياخذ له سكرين على مود انتم يعني يسالون على تفاصيله او شيء. شوفوا لي اياه، خذوا له سكرين. وخلي اشوفكم المفاجأة اللي محضرت لكم اياها. اي اي شوفوا لي شو بس خلي. شوفوا لي هذا التاج، شوفوا هذا التاج شقد حلو، فشي راقي. طبعا ما حلبسه لكم، خلي اسجل وزنه، سجل يا رسول. شوفوا جماله، وراح اشوف لكم اياه باللبس، فشي كلش حلو وراقي. وزنه 41 غرام بوينت 11 تقريبا، سعره 3,535,000. 3,000,000. شوفوا لي اياه فشي كلش حلو. خلي البسه لكم تشوفوا. لا كلش حلو، شوفوا ايش قد حلو. هو طبعا يخلى هنا ما ادري عاد يرجع لي ورا. شوفوا ايش قد حلو باللبس.
الفجر ماله هو مبين هيجي. شوف ايش قد حلو، كلش حلو باللبس. هو مبين لان نوره مهم، لان هذا وزنه 41 غرام و 11 سنت، يعني سعره 3,535,000. ولا وين بين لان ال لا مو الاضاءه هاي الجامل، اي ما يبين، فكل عباقية جاملونه فما مبين. شوف لي كل شيء كلش حلو، طبعا انا حبيته كلش حلو. نكمل البضاعة مال اليوم. شوفوا هذا السوار شكد حلو، كلشي كلش راقي. نشوف وزنه، طبعا وزنه 23. مليونين و40، سعره مليونين و40. اخذوا له سكرين و40. شوف هاي الملاوي، شوف هاي الملاوي جد حلوه. طبعا هاي الكتابه هاي مالتها، العرض مالتها كلها شغل، يعني كتابه. هذا ايطالي، خذوها سكرين. اللي يسألون على السوارات الرجالية الجلد، شوف اكو هيجي شيء كلش حلو. هدايا يعني ينفع ياخذ هدية رجالي. 3 غرامات سعرة 325,000. 325,000. خلوله سكرين. شوفوا هذا المحبس، شوفوا شقد حلو. حجر مالته كلش حلو، كلش راقي. نشوف وزنه 11 غرام مليون و20، سعرة مليون و20، وزنه 11 غرام. اخذوا له سكرين. هذا سعرة 1,020,000. 11 غرام و890 وزنه. شوفوا هذا جمال هذا المحبس، يجنن. هذا زاغوني وزنه 10 غرامات 42، 880,000، سعره 880,000. 10 غرامات 100 محابس هواية جايين. شوفوا هذا المحبس، هاي الليرة طبعا. أربع غرامات 395,000. نريد كلبشات، أكو كلبشات.
ابغى اخفف منه ولا يسألون عليه شو يسألون عني شو موجودة. اكو توصيل كل محافظات العراق كل مكان. السوار اللي لابسته ابو الليرات سعره 1,200,000 1,200,000 محابس. اي اكو هواية محابس. اليوم البيع 400,000. شوفوا جمال هذا السوار كلش حلو. شوفوا جمال طبعا هي تزغر. $25,175,000 سعره. 1,175,000 25 غرام. السوار المطعم بالأسود تقصدين هذا؟ هذا السوار سعره 1,020,000 سعر السوار. سعر هذا السوار أم سما هذا سعره 1,915,000 تقصدين كرسي جابر هذا سعره 13,290,000 وزنه 158 غرام. محبس التايجر ايش قد سعره؟ هذا المحبس 860,000 10 غرامات. اليوم الذهب 400 المثقال 400. الزهراء قدوتي المثقال 400 اليوم. البث مو واضح. يقولون البث مو واضح. اكو خلل بالانترنت ما اعرف. السوار الاسود المطعم حبي. اي عادي اخذي له سترين. عادي اخذي له سترين. المحبس ابو الليره. هذا المحبس ابو الليره اخذي له سترين. ولا عافتني زعلت. اليوم سلام ابو علي اليوم الذهب 400. يابا ولا تعاير زوج شوفوا جمال هاي البتوت. شوفوا وزنها 123. سعرها 10,630,000 10,630,000 وزنها 123 غرام. شوفوا جمالها. وين ولا؟ ولا موجودة. بيش المثقال مع الأجور 420 مع الأجور. وعد قطع الصيف 430. أكو إيه نعم أكو قطع. أكو قطع حسب يعني حسب تقول القطعة. قلادة أم الليرة بيش أي وحدة؟
راسلي البيج اخذي لها سكرين وراسلي البيج. اي شفتوا هذا التاج على ولاء ثاني خبر اخذوا له سكرين. ايش كذا وزنه؟ وزنه 41 110 شفتوا 3 ملايين و535 3 ملايين و535 3 ملايين و535 كم غرام؟ 41 غرام. قلادة كلبشات. هاي الكلبشات اللي سألت على الكلبشات، هاي الكلبشات، هاي كلكتة هندي. شوفوا جمالها. أجرة الغرام 4000. شوفوا شقد حلو، شوفوا جمالها، شوفوها. أخذوا لها سكرين. أيها شلون لازمها؟ أريد القلادة مال التخم. مالي تكملة التخم. آه، علي يسألون عن القلادة مال التخم. وحدها يعني عادي؟ اي نعم. نعتذر ما نعرف، فقط بالدولار وبالعراقي. اليورو ما نعرف جيد باليورو. قلادة ام الحمصة وبيش. هاي قلادة أم الحمصة اللي سألوا عليها. هاي قلادة أم الحمصة شوفوها كلش ناسكة وحلوة. نشوف شقد وزنها. 9 غرامات 820,000. جتي ولا صليت وجه 820,000 كلها تسأل على الذهب. اليوم الذهب المثقال ب 400 نبيع ونشتري ب 390. الو استاذ هشام شلونك حبيبي؟ ولا بس شوف الموازن هذا بيناتهم. استاذ هشام هذا الجلاس وزنه 52 غرام و 810 سعره يسوي 4,500,000. نتشرف بأهالي الجزائر، أهلا وسهلا. عرضي الأستاذ هشام المختار، هاشم المختار على البث، وقت سعره وتفاصيله كاملة. أستاذ هاشم المختار. إيه، أنا شديد. تفضل. يلا في مالك، في مالك. هذا الجلاس اللي سألت عليه، خذوا له سكرين. هسه راسا يعرف بين ما يرجع للبث يشوف. تمام تمام. البث مو واضح، اكو خلل بالانترنت، اكو خلل بالانترنت. اليوم المثقال 400,000. اللي سأل على دولي الكلبشات، دولي كلكسة خليجي، دولي وزنهم 62 غرام و640 سنت. سعرهم 5,385,000. 5,385,000 دولي الكلبشات. خلي اشوفكم دولي القلايد النواعم. انتم كلش تحبون يعني ذني القلايد النواعم. اول شيء هاي السبحه، طبعا هاي السبحه هاي اقل وزن بالسبح اللي موجوده عندنا بالمحل. شوفوا لي هاي السبحه، هاي اقل شيء. خلي اقربها لكم تشوفوها بوضوح وخذوا لها سكرين. شوفوا لي اياها، شوفوا جمالها كلش حلو. هاي السبحة وزنها 28 غرام و890. سعرها 1,485,000. 1,485,000. زهراء قدوتي عمري انتي، اهلا وسهلا بيش حبيبتي، انتي اللي منورة. شوفوا لي هاي القلادة، شوفوا النزاكة مالتها. طبعا هني القلايد النواعم. واخذوا لهم سكرين.
يقولوا مسكرين خاف متلحقون. شوفوا هاي القلادة، شوفوا نزاكتها كلش ناسكة، خلي اقربها لكم. شوفوا النزاكة ايش قد حلوة تجنن. هاي القلادة 8 غرامات و 260، سعرها 710. القلادة 710. هلي اشوفكم هاي بس هل تعرض القلاص الاستاذ عرض القلاص مرة اخرى. هذا القلاص اللي يريد يعني ياخذ له سكرين كلش حلو. وزنه 52. سعره 4,540,000. 4,540,000. وزنه 52. شوفوا ايش قد حلو طبعا، ويتصغر ويتكبر. شوفوا كلش حلو. الذهب بيش؟ الذهب اليوم المثقال 400,000. نعتذر عماد الرشيدي، ما نعرف بالمصري يعني دولار وعراقي فقط. شوفوا لي هاي القلادة، هاي 3 نزلات. شوفوا ايش قد حلوة، شوفوا جمالها. طبعا هاي 3 نزلات، وزنها 12 غرام. هشوف لكم وزنها 12 غرام و670 سنت. سعرها 1,090,000. هاي القلادة 1,090,000. اخذوا سكرين القطع اللي تعجبكم، يا ريت تاخذوا لها سكرين. هشوفكم هذا الزنجيل، شوفوا هذا الزنجيل، شوفوا ايش قد حلو، شوفوا القوة مالته والمتانة كلش حلو. طبعا هذا الزنجيل موجود يعني اوزان مختلفة واكيد اطوال مختلفة. شوفوا لي ايش قد حلو، حتى يعني لونه ولمعته كلش حلو. خلي اشوف لكم وزنه. سعر الذهب اليوم 400، متعودة على 300 وعادني جديدة على 400. سعر المثقال اليوم بنبيعه ب 400 ونشتري ب 390 المثقال. المثقال هو الاجور 420,000. عندنا قطع تصير ب 400، اكو قطع ب 420، اكو 400 حسب. الزنجيل 1,170,000. 1,170,000. اللي دي يسألني على التخم، هذا التخم يعني كامل هو والتراتشي والسوار فقط، يعني المحبس وذني السوارات مو وياه اصلا. هذا التخم سعره 11,300,000. 11,300,000. سعر المثقال 400 اليوم. شوفتي هذول الساور بلاكس؟ لا لا، مش اكو بس واحد ايه عرضنا، عرضنا هذا كرسي جابر وزنه 158. هذا 158 وزنه، سعره 13,290,000. السوار ابو الليرات 1,020,000. هذا سوار الليرات 1,020,000. خلي اشوفهم هذا القرآن، شوفوا لي هذا القرآن، شوفوا لي هذا القرآن. طبعا هذا القرآن موجود بأوزان مختلفة، أوزان مختلفة. تردون الأقوى يعني الأكثر منه هو هذا وزنه شقد؟ 28 غرام. اكو اكثر منه واكو اقل من عنده. شوفوا لي اياه، خلي افتح لكم. شوفوا لي اياه ايش قد حلو. طبعا وكل القرائن اللي موجوده يعني اللي اكثر منه واللي اقل منه كلهم نفس الديزاين مالته. تمام، هذا سوار ابو الليرات، سوار الليرات 1,020,000.
اخذوا سكرين القطع اللي تعجبكم، الشغلات اللي لابستها، الشغلات اللي لابستها رسول، الشغلات اللي انا لابستها، كلهم اللي تعجبكم تاخذوا لهم سكرين وتراسلونا على البيج، راح نعطيكم تفاصيلهم كوزن وسعر وحتى اجور كل التفاصيل اللي تبغوها. طبعا احنا لينا راح نقطع البث لان شويه ندعيس، واكو بعد اكو نصكم عيون البث يطلع مغوش واكو ما يسمعون، فلينا راح نقطع البيج ان شاء الله باكر يعني. ان شاء الله باكر نجيكم بث جديد، واكيد بضاعة عندنا جديدة، بس قبل لا نروح راح نشوفكم ان شاء الله اللي انا لابستها ولابستها رسل. طبعا انا قلت على رسل لابستكم انا ورسل، وانتم اقبلهم سكرين وراسلونا على الخاص، راح نعطيكم كل التفاصيل اللي تردوها. وردة النرجس سؤال، باكر جمعة موجودين؟ لو حاضر نقدر نجي، ماكو اي حاضر، كل ايام الاسبوع احنا موجودين من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 9 بالليل، احنا موجودين داخل المول كل ايام الاسبوع. الشغلات اللي لابستها اني اللي هي هاي السوارات، دولي السوارات اخذوا لهم سكرين، دولي السوارات، وهذا المحبس، المحبس سعره مليون، المحبس سعره مليون. اما هذا التخم شوفوا لي السوار مالته، هذا السوار مالته، ودولي التراتشي مالته، وهاي القلاده شوفوا لي اياها. هذا التخم وزنه 131 غرام و390 سنت، سعره 11 مليون و300 الف. طبعا اللي هنا نلهن بث ونشوفكم اكيد غير يوم او باكر ان شاء الله على خير ومحبه وسلام يا ربي، واكيد محضر لكم بضاعه بعد احلى واحلى من اللي عرضناها لكم اليوم. ونقول لكم مع السلامه، تحياتنا لكم، ان شاء الله الرزق والموفقين للجميع يا ربي، تحياتنا لكم.